ارتفاع اسعار السجاير وارتفاع اسعار المعسل. حرام، كل حاجه عماله زياده زياده زياده، حرام. القرار ليه بيطبق على الشريحه بتاعت المدخنين بس؟ المفروض المعسل والسجاير والكلام ده يعني حاجه الناس بتطلع القرف بتاعها فيه. الضريبه دي بالنسبه للمعسلات كلها والدخان كلها في صالح الدوله. المعسل هذا زاد جدا وارتفعت الاسعار، ونحن متولعين بالمعسل ونشرب اليوم بقي 3 مرات 4 مرات يوميا. ده المعسل بيكون على قهوه فما بتهتمش، الحجر بس اللي بيزيد يعني. ايه الهدف من الزياده يعني؟ لو الدوله بتدور ان الناس تبطل تدخين، طب ما يمنعوا ان السجاير والمعسل ينزلوا اصلا السوق. بس امر واقع يمكن بيتعمل كده بمصلحه العامه او مصلحه البلد، الله اعلم. بلاش موضوع الضرايب ده على الشعب، كفايه الضرايب الشعب يدفعها في حاجات تانية. ونحن نتمنى انهم يرجعوا الاسعار زي ما كانت قبل، ما يعني الا هذا الحد، هذا ارتفاع الاسعار الجنون. المعسل ده اللي قادر يشرب يشرب، اللي مش قادر ما يشربش ما يشربش. انت هتوفر فلوس بس مش هتوفر حرق الدم. عايز يبطل هيبطل. متعودين على شرابه في اليوم 4 مرات 5 مرات عشرب. انا ممكن ابطله خالص بسبب الاسعار دي، لكن استبدله بايه؟ انا مستبدل المعسل بالسجاير عادي، وممكن نصنع المعسل. لسه ما حسيتش بأي حاجة، من أول الشهر الجاي يبدأ معايا الأسعار تظهر. امبارح بالليل الناس كانت بتسأل على الأسعار الجديدة، بس إحنا طبعا لسه ما سمعتش عندنا أي حاجة.